هذا سائل يقول: في بلادنا كثير من الناس يقع في الشرك والضلال وعبادة غير الله. يقول: في بلادنا كثير من الناس يقع في الشرك والضلال وعبادة غير الله. هذا واجبكم أن تنبهوهم وأن تعلموهم وأن ما تتركونهم على هذا، نعم، حتى يهدي الله على أيديكم من يشاء ويكون لكم الأجر، لا تتركوهم على هذا. نعم.